السلام خوتي خواتاتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غيكون اخر اخبار اللاعبين المغاربه في سوق الانتقالات الصيفيه وفيما يخص المحترفين المغاربه. طبعا قبل البداية سوف اتمنى منكم الا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سيكون جديد، والكلام سوف يكون عن حكيم زياج، سفيان امرباط، كذلك يوسف النصيري وياسين بونو واللاعبين الاخرين. اتمنى منكم الا تنسى الاشتراك ونبدأكم الله في التفاصيل اكثر. طبعا البداية سوف تكون مع المايسترو حكيم زياج لاعب بلوزة تشيلسي. طبعا بشكل شبه رسمي ان الدولي المغربي حكيم زياج سوف ينتقل الى نادي غالاتا سراي التركي. ما اكده الصحافة العالمية ان اللاعب استاز الفحوصات الطبية بنجاح وعلى وشك التوقيع على العقود مع النادي التركي. الكثير منكم لن يتقبل هذه الفكرة او سوف يقول ان انتقال حكيم زياج الى غالاتا سراي ستكون خطوة سيئة، لكن انا اراها خطوة جيدة خصوصا ان اللاعب خارج فكرة النادي الانجليزي تشيلسي وخارج فكرة المدرب بوكيتينو ولا يشارك مع تشيلسي وغائب عن المباريات خصوصا مع اقتراب امم افريقيا 2024. فاللاعب يجب ان يكون مع نادي يشارك باستمرار ويشارك في مباراة كبرى. غالاتا سراي افضل نادي تركي في الموسم الماضي، بطل الدوري التركي وقارب من المشاركه في بطوله دوري ابطال اوروبا. انا اراها خطوه جيده خصوصا اداء حكيم زياش تراجع في السنه الماضيه واصبح لاعب لا يشارك باستمرار مع فريقه، وكما قلت امم افريقيا على الابواب وسوف يكون خطوه جيده للعوده الى المستوى المطلوب والعوده الى الاداء الجيد قبل منافسه امم افريقيا. طبعا خطوة جيدة وسوف تكون قفزة ممتازة خصوصا أن نادي تشيلسي لا يعتمد على زيادة في المباريات ولا يتدرب مع المجموعة باستمرار. أما فيما يخص المحارب المقاتل سفيان أمرباط، ما أكدته جريدة بين سبورت أن اللاعب في مفاوضات مع نادي ليفربول حسب بين سبورت، واللاعب حاليا يقوم بمفاوضات وكذلك النادي الإنجليزي في مفاوضات مستمرة مع النادي الإيطالي فيورنتينا من أجل ضم الدولي المغربي سفيان أمرباط في الميركاتو الحالي. أمرباط الذي كان لديه الكلام كثير في هذا الميركاتو واهتمام من أكبر الأندية الأوروبية أبرزهم مانشستر يونايتد، لكن تبقى اهتمامات فقط بدون أي عروض رسمية. حاليا ليفربول هو المهتم وسوف يقدم عروض رسمية حسب الصحافة العالمية. حسب رئيس التخصيم سوف تكون خطوة جيدة لأمرباط لأن اللاعب واحد من أفضل الارتكازات في السنة الماضية وقدم بطولة كأس العالم خرافية ويعتبر لاعب قوي بدنيا وسوف يكون في الدوري الإنجليزي ممتاز، سوف يكون جيد لأنه يعتمد على القوة البدنية والصراعات الثنائية. طبعا سوف يكون فريق ليفربول محظوظ بالتعاقد مع لاعب مثل أمرباط، لاعب يمتلك إمكانية جيدة في وسط الميدان. للأمانة أن تتم هذه الصفقة وأن يكون أمرباط مع ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب. طبعا اصبح مؤكد ان الدولي المغربي والعملاق ياسين بونو سوف يغادر فريق اشبيليا خصوصا ما اكده مدرب نادي اشبيليا خوسي لويس مندليبار. اكد في الندوة الصحفية بعد مباراة مانشستر سيتي ان الدولي المغربي بونو سوف يرحل عن الفريق ولديه اهتمامات من الدوري السعودي. قد نقول ان المدرب مندليبار قد لمح ان ياسين بونو في طريقه الى الهلال السعودي في الميركاتو الحالي بقيمه قدرت 21 مليون يورو. لاعب كان يحظى باهتمام انديه كبرى على راسهم المنينجل باير باريس، لكن سوف يذهب الى الدوري السعودي خصوصا ان نادي اشبيليا يطالب بمبلغ 20 مليون يورو والانديه الاوروبيه لا تدفع هذا المبلغ. انا اراها طبعا هي شيء سيء ان اللاعب وعملاق مثل ياسين بونو لا يقدر نادي اوروبي الدفع 20 مليون يورو للتعاقد مع الحارس الذي قدم مستوى هائل في مختلف المسابقات ابرزها كاس العالم. طبعا تبقى الجنسيه فهي لصالح الاوروبيين، اذا كان جنسيته انجليزي طبعا سوف ينتقل ب 100 مليون يورو، لكن لانه مغربي وافريقي 20 مليون يورو لا يقدر نادي ريال مدريد الدفع 20 مليون يورو من اجل التعاقد مع ياسين بونو. وهذا الشيء واضح ان الانديه الاوروبيه لا تريد التعاقد مع لاعبين افارقه خصوصا على ابواب مشاركه في امم افريقيا القادمة، واللاعب سوف يغيب لمدة شهر عن الفريق وسوف يكون مع المنتخب. على العموم بونو سوف ينتقل إلى الهلال السعودي بشكل شبه رسمي.